يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة. تطلق الغدة الدرقية الهرمونات لمساعدة الجسم على تنظيم واستخدام الطاقة. إن الغدة الدرقية مسؤولة عن توفير الطاقة لكل عضو في الجسم. تتحكم الغدة الدرقية في وظائف مثل كيفية دقات القلب وكيف يعمل الجهاز الهضمي. بدون المقدار الصحيح من هرمونات الغدة الدرقية تبدأ وظائف الجسم الطبيعية في التباطؤ. يصيب قصور الغدة الدرقية النساء أكثر من الرجال. قصور الغدة الدرقية عادة ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر. يمكن اكتشافه من خلال فحص الدم الروتيني أو بعد بدء الأعراض. من المهم معرفة أن العلاج يعتبر بسيطا وآمنا وفعالا. تعتمد معظم العلاجات على استكمال مستويات الهرمون المنخفضة بأصناف اصطناعية. ستحل هذه الهرمونات محل ما لا ينتج الجسم بمفرده، وتساعد على إعادة وظائف الجسم إلى وضعها الطبيعي. تختلف علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية من شخص لآخر. تؤثر شدة الحالة أيضا على العلامات والأعراض التي تظهر ومتى. يصعب أحيانا تحديد الأعراض أيضا. يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، زيادة الوزن والتعب، كلاهما يصبح أكثر شيوعا مع تقدمك في العمر. بغض النظر عن صحة الغدة الدرقية، قد لا تدرك أن هذه التغييرات مرتبطة بالغدة الدرقية حتى تظهر أعراض أكثر. بالنسبة لمعظم الناس، تتطور أعراض الحالة تدريجيا على مدار سنوات عديدة. مع تباطؤ الغدة الدرقية أكثر فأكثر، يمكن التعرف على الأعراض بسهولة أكبر. وبطبيعة الحال، أصبحت العديد من هذه الأعراض أكثر شيوعا أيضا مع تقدم العمر بشكل عام. تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية الإعياء، الكآبة، الإمساك، الشعور بالبرد، جفاف الجلد، زيادة الوزن، ضعف العضلات، انخفاض التعرق، تباطؤ معدل ضربات القلب، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ألم وتيبس في المفاصل، شعر جاف ورقيق، ضعف الذاكرة، صعوبة الخصوبة أو تغيرات الدورة الشهرية، صلب العضلات وآلام العضلات، أحة في الصوت، وجه منتفخ وحساس،